بسم الله الرحمن الرحيم. على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، صدق الله العظيم. أيها الأخوة المواطنون، رمضانكم مبارك. نلتقيكم أيضا اليوم في ليلة من ليالي رمضان المعظم، ونحن الآن بالساعة 12:04 وندخل إلى يوم جديد من أيام شهر رمضان المعظم. أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات، وتقبل الله منكم صيامكم وقيامكم ودعاءكم لأنفسكم ولأهلكم ولشعبكم العراقي والمسلمين كافة والإنسانية، وكل عام وأنتم بخير. صراحة يمكن بليالي رمضان الأحاديث السياسية للمسؤولين لا تأخذ مداها كما في الأيام الاعتيادية، وهذه طبيعة يعني لا تتعلق بالمجتمع العراقي فقط وإنما بكل المجتمعات. ولهذا أيضا يحرص السياسيون أو أولي الأمر أن تكون رسائلهم في شهر رمضان المعظم رسائل تتناغم والوضع في مجتمعاتهم. لكن مجتمع كالمجتمع العراقي ورئيس وزراء كالأخ محمد الشياع السوداني الذي ورث هذه التركة الكبيرة، والتركة بمعنى خربان البلد، هو ورث بلد خربان، يعني هو مو إجا يكمل مسيرة القبلة وهو مرتاح، وإنما أي واحد يصير رئيس وزراء في بلد يعاني من هذه الأزمات المستمرة والمصائب الكبيرة، فساد وبقايا إرهاب وقلة خدمات وشعب منهك تعبان، أكيد بطبيعة الحال رسائل تكون رسائل المجتمع، وإلا راح يطلع هو شخص بعيد عن أهله وعن ناسه، وهذا إن كان كذلك فيتحمل مسؤولية أنه الابتعاد عن المجتمع. البارحة كان إلى حديث مهم ويا عدد من المسؤولين، يعني أنا خل أقراهم، هم مسؤولي يعني حول مشاريع مداخل بغداد. ليش؟ لأن مداخل بغداد منذ الاحتلال الغاشم في 2003 أبواب بغداد صارت مشرعة كأبواب العراق لكل من هب ودب، وقوات الاحتلال الأمريكي جابت كل شيء مو زين بأمريكا وبالعالم وصبتها بالعراق. فلما صارت أحداث الطائفية المقيتة اللي استهدفت كل العراقيين بال2006، وبعدين صار توجه نحو إقامة يعني خطة لأمن بغداد وقيادة عمليات بغداد وفرض القانون، ما أعرف شو يسموها بوقتها، تم محاصرة بغداد عند مداخلها الشمالية والجنوبية والشرقية، محاصرة تامة. لكن مع تطور الأحداث وفي بعض الأحيان تداعياتها كما حدث ب 2014 شهر 6 والدواعش الإرهابيين سيطرتهم على أجزاء كبيرة من بلدنا العراق، الخطة ازدادت والخناق ازداد على بغداد. وين بمعنى الخناق؟ بمعنى انه هو انت صح جاي يسوي اجراءات امنية لكن المواطن جاي يعاني، وفضل رب العالمين وبشجاعة العراقيين من جيش وقوات امنية وحشد شعبي وعشائري ومواطنين تم القضاء على ارهاب داعش. وراها يفترض وراء 2017 لما أعلن العباد النصر على داعش، وراها إجا عادل عبد المهدي ومصطفى الكاظمي، يفترض هذه الإجراءات تبدي تقلل وتقنن، مو تقلل بمعنى هم نشرع أبوابنا للآخرين، لا لا لا، تفرض إجراءات أمنية لكن بخطط أمنية مدروسة ومراقبة أطراف بغداد، مراقبة مداخلها عبر الأقمار الصناعية، شنو اللي يمنع؟ وكاميرات حرارية وما أدري شو يسموها، شنو اللي يمنع؟ وهالساعات صارت عندك الطيارات المسيرة، شنو اللي يمنع؟ لكن أن تستمر نفس المعاناة عند مداخل بغداد باللي جاي نشوفه الآن،
ووحدة من 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 الأشياء اللي حكى عليها الأخ محمد الشيعة السوداني إنه طريق 6 كيلومتر على مستوى الطرق الموجودة بالعراق منذ إنشاء الطرق الدولية عام 1981 و82 وشركات كبرى، شركات بولندية وشركات من دول أخرى اللي سوت هذه الطرق العملاقة اللي نفتخر بها إلى اليوم، بس هسا احنا الطريق 6 كيلومتر نبقى بأيام ونخلي المواطن 6 ساعات ينتظر. اللي أشر الأخ محمد الشيعة السوداني رئيس مجلس الوزراء هو أنه هي هالبيروقراطية اللي صارت عندنا اللامبالاة. اللامبالاة منين؟ من المسؤولين التنفيذيين، يعني من الحلقات الصغيرة وتصعد. ليش هاي اللامبالاة؟ هيك لحالهم؟ لا والله مو لحالهم، لأنه هاي السيطرات جاي تستخدم سابقا، هسه حاليا الله أعلم، الله ما بيننا وبينهم، نحسن الظن اليوم، لكن سابقا كانت تستخدم للابتزاز. لوري محمل، شاحنة محملة، إلا يدفع يلا يمر، وإلا ينتظر 6 ساعات. الأخ محمد الشيعة السوداني الخطوة اللي اتخذها والتقاهم خطوة على الطريق الصحيح، والحكي اللي حكاه وياهم حكي رجل دولة. وإذا مقصرين فإحنا ندعوك أخي رئيس مجلس الوزراء، المقصر لا تعطي مهلة، حيلة إلى 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 التقاعد، حيلة إلى أنه يا برجع المقر الوزارة اقعد وجيب شباب يشتغلون. وخاصة الآن إحنا عندنا وزير إسكان مجرب بمعنى شنو؟ لأن هو ابن كردستان، يشرح شيء طق بطق، يعني هو جاينا من بيئة متطورة قياسا لبقية أنحاء العراق، وأعني الآخر كان بنقير ريكاني. شوفني بلا صرت بنقير ريكاني، الأخ بنقير ريكاني الآن هو الوزير إسكان، هو جاي من كردستان، كردستان الطرق متطورة، كل 6 أشهر يفاجئونا بتطور نوعي من طريق 100 وطريق 120 وطريق 150 والآن طريق 200، والطرق حلوة مسويها دائرية حول قلعة أربيل، يعني من نشوفها تشوف انه اكو عقل جاي يشتغل واكو خبرات جاي تشتغل. فان نجح الاخ بنقير ريكاني كوزير في مهمة الاسكان فهذا دليل انه هو جاي محمل بهذا الابداع من 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 اربيل ومن كردستان، لكن ينجح شو وقت من تدعمه؟ اذا تلقى الدعم الحقيقي حتى يشتغل يفترض ان ينجح، والا سمح الله لم ينجح فالمشكلة به. لكن أنا أثق بالله أن هذا الرجل سينجح إن شاء الله، لأنه قادر على أن ينجح. المهم وين؟ مهم دعموه بشنو؟ دعموه بالمخصصات وبسلطة القرار. مخصصات بدون سلطة بالقرار واتخاذ القرار ما تسوي شيء، وسلطة قرار بدون مخصصات هم ما تسوي شيء. ووزير في حكومة يرأسها الأخ السوداني إذا لقى الدعم أكيد راح يشتغل، وين ما اشتغل يقعد السوداني يقول له ما اشتغلت، لأنه شغله مو كلام، شغله على الواقع على الأرض. يعني ما يصير بالفعل طريق 6 كيلومتر يستمرون بها المدة الطويلة. خلي نشوف والله إيش قال رئيس الوزراء. يعني أنا من أباوع التقرير 6 كيلومتر مدخل بغداد البوصلة، والله هي كارثة. مو صحيح، والله مو صحيح، الناس قاعدة تطلعونها من طورها، فوق وضع المعيشي، فوق وضع الخدمي، فوق الوضع الاجتماعي العام. مواطن يجي يومية لو دوام لو مريض لو عدة مراجعة، وإذا 6 كيلومتر يظل فالساعتين 3، إيش تتوقع منه هذا المواطن؟ والله مع الأسف نقضي جهد ونصرف أموال وكتابنا وكتابكم 100,000 ملف محتاج نروح ندخله، وإحنا قاعدين على شارع 6 كيلومتر. مو صحيح هذا العمل، ولا أقبل به أبدا. فهذا اللي نريده، وهذا يفترض أن نشتغل عليه، وهذا الذي يجب أن يحقق أو يتحقق ويصير. لكن أنا في موضوع آخر، أنا مثل ما كمواطن أقف ويا أي خطوة
إيجابية من قبل الأخ السوداني، لكن كمواطن أيضا أشر عليه الخطوات اللي ما أفهمها أنا. ما أفهمها بمعنى إيه؟ بمعنى شنو؟ بمعنى جاي تستفز مجتمع وأبناء شعبك ليش؟ يعني البارحة أنت ملتقي واحد، وهذا الواحد معنوينينه رئيس دار الإفتاء العراقي. منين عندنا دار إفتاء عراقية يعني الآن؟ هذا منو هذا؟ هذا منو؟ هذا منو؟ طلع الفيديو؟ هما وصلك الفيديو؟ هذا منو؟ هذا والويا منو ذولة؟ سألت عنهم أخي رئيس مجلس الوزراء، أنت رئيس مجلس الوزراء القائد العام قوات مسلحة، يعني الاستخبارات والمخابرات والأمن والدنيا والكائنات كلها بإيدك كرئيس مجلس وزراء العراق. ما سألت هذا منو، شنو دوره وشنو شغله؟ ما سألت؟ هذا ما له دور، وهذا هذا هذا بمنصب يعني منصب مزور، خلينا نقول هيك شيء، منصب غير حقيقي، مدعي. هذا يا اخي يا رئيس مجلس الوزراء في العراق كان قبل الاحتلال الغاشم والى فتره ما بعد الاحتلال كان مفتي للديار العراقيه هو فضيله الشيخ الدكتور رافع الرفاعي. عندكم صورته؟ فقط. وفضيلة الشيخ الدكتور رافع الرفاعي تحياتي واحترامي له الآن موجود في مصر، يعني صار له سنوات. من يتولى المسؤولية إذا تريد تسأل؟ هو المجمع الفقهي العراقي بوجود العلامة وعلم من أعلام الأمة الإسلامية فضيلة الشيخ الدكتور أحمد حسن الطه. فلما تريد تلتقي أحد اسأل مكتب فضيلة الشيخ الدكتور أحمد حسن الطه، لأن فضيلة الشيخ الدكتور أحمد حسن الطه مكتبه هو يدليك. خاف فضيلته مشغول حقيقة لربما، لأنه علم من أعلام الأمة الإسلامية وليس العراق فقط. تسأل مكتبه، تتصل بمكتبه تقول لهم ألتقي فلان لو لا، إن قال لك فضيلة العلامة الشيخ الدكتور أحمد حسن الطه التقيه، هم رجع الصورة خاف ما يعرفه، التقي. قال لك مكتبه لا تلتقي، ما تلتقي. ليش؟ لأنه أنت ما تستفز أبناء شعبك ومكون من مكونات، مو من حقك. أنا ناصح أمين لك ودي النصيحة وإحنا بشهر رمضان. وثانيا إيش دعواك أخي رئيس مجلس وزراء؟ إذا ما تعرف الناس روح زورهم، روح للمجمع الفقهي العراقي، روح للعظمية زور الإمام الأعظم، ومنك زور الكاظمية والإمام الكاظم عليه السلام، روح زور. احنا بشهر رمضان، روح اخي ليش قاعد؟ صلي هناك، اقعد ويا بالجامع الامام الاعظم اصلي تراويح، واروح وراها اقعد اصلي انتظر صلاه الفجر بالامام موسى الكاظم. اي نعم، هاي مسؤولياتك. نعم انا ادليك لان انت اخوي، لاني اشيمك على الحق، بس انت مو تلتقي وتستفز الاخرين. هذا ما يصير. وأتمنى أن تتقبل كلامي، لأن إحنا نريدك ننجح. يعني نريدك تنجح بمعنى شنو؟ لأنه يا أخي تعبنا 20 سنة، دمرنا إحنا. أي واحد الآن يتولى مسؤولية رئيس مجلس وزراء نريده ينجح، ما راح نقعد مناكفات قدامه، لا نريده ينجح. وأنت إن شاء الله قادر أن تنجح، لكن مرات شغلات صغار تخرب البناء الكبير، مثل ما أنت قلت بالمقطع، قلت إحنا نتعب ونشتغل وشغلة صغيرونة طريق 6 كيلومتر يخرب لنا كل الغزل. اي نعم، وشغله صغيرونه مثل هاي تلتقي واحد مزور مدعي هم تخرب عليك الغزل. اسمعها من اخوك انور حمداني ناصح لك، واتمنى كلامي تفهمه اخي رئيس مجلس الوزراء السيد محمد الشياع السوداني، مع كل التحيات والاحترام. اما حقيقه الان راح نروح اليوم الى تكريت، وسيكون معنا بعد قليل ما ادري شو دكتور علي التوياي. شنو بالله شنو صار عليه؟ محاولة انقلاب اليوم أثير الفاضل محتل مكاني، ما تطلع لي رقم 11 محتل مكاني الزميل المخرج. ليش أخويا؟ ليش أخويا محتل مكاني؟ ما الحقوا أثير الفاضل، الحقوا شتفوه جيبوه.
خلي نروح إلى تكريت ونبدأ ويا تحياتنا الأهلنا في تكريت ورقم واحد. يلا وعلى دربك يا تكريت وقفتني دورية، وعلى دربك يا تكريت وقفتني دورية. قلت لهم علبو ناصر وضربوا لي تحية، قلت لهم علبو ناصر وضربوا لي تحية. يلا وعلى دربك يا تكريت وقفتني دورية، وعلى دربك يا تكريت وقفتني دورية. قلت لهم علبو ناصر وضربوا لي تحية، قلت لهم علبو ناصر وضربوا لي تحية. يلا وعلى دربك يا تكريت وقفتني دورية، وعلى دربك يا تكريت وقفتني دورية. قلت لهم علبو ناصر وضربوا لي تحية، قلت لهم علبو ناصر وضربوا لي تحية. يلا وعلى دربك يا تكريت وقفتني دورية. قال صلاح الدين بكل عشائرها وقبائلها وقفتني صوت من نحكي حتى يصل صوت. تحيات لكم جميعا، وبارك الله بكم ويسلمكم وحياكم الله. واليوم بهذه الليلة الرمضانية ويانا حكيم تكريت الأستاذ هاتف الثلج سهات، وحياك الله. أستاذ هاتف تسمعني؟ أستاذ هاتف تسمعني؟ روح للصورة، خلي بك تشوف صورة. أستاذ هاتف السلام عليكم. يا جماعة ماكو صوت. وعليكم السلام. حياك الله. شو ما يوصل لك صوتي؟ الصوت ما جاي يوصل يا جماعة. والله ما جاي يوصل. أستاذ هاتف نسمعك. صوت شوية ناصي ومرات يتقطع. يا ما يسمع الأستاذ هاتف، صلح الصوت يا ريت على السريع وخذنا عامة. أستاذ هاتف إذا تسمعني أتمنى من أسمع منك كلمة بمناسبة إطلالة شهر رمضان المعظم. مقصود طيب خل روح 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 عيد البرومو بين ما يصلح الصوت. يلا تكريت وقفتني دورية، وعلى دربك يا تكريت وقفتني دورية. قلت لهم علبو ناصر وضربوا لي تحية، قلت لهم علبو ناصر وضربوا لي تحية. يلا وعلى دربك يا تكريت وقفتني دورية، وعلى دربك يا تكريت وقفتني دورية. قلت لهم علبو ناصر وضربوا لي تحية، قلت لهم علبو ناصر وضربوا لي تحية. يلا وعلى دربك يا تكريت وقفتني دورية، وعلى دربك يا تكريت وقفتني دورية. قلت لهم علبو ناصر وضربوا لي تحية، قلت لهم علبو ناصر وضربوا لي تحية. يلا وعلى دربك يا تكريت وقفتني دورية. أستاذ هاتف هسه تسمعني؟ هاي الدورية بس لو مكفتك أنت أستاذ هاتف. شو ماكو صوت؟ زين زين حياك الله. زين يا مرحبا بيك ورمضانك مبارك أنت والعائلة الكريمة وكل أهلنا في صلاح الدين من تكريت إلى كل أقضيتها إلى كل أهلنا العراقيين. نسمع منك كلمة بمناسبة شهر رمضان المعظم. أهنئ أولا أهنيك برمضان المبارك، وأهنئ الشعب العراقي والأمة العربية والإسلامية، والشيء الجميل لأول مرة نتوحد سنة وشيعة الحمد لله شكرا بالصيام، وإن شاء الله بالعيد أيضا معا سنكون، وهذه بادرة خير لمستقبل أفضل والحمد لله. الحمد لله.
رحت التكريت هالايام لو ما رحت؟ غدا صباحا ان شاء الله ساتجه الى تكريت ان شاء الله ونشوف شكو ماكو باذن الله تعالى. استاذ هاتف، رمضان الى خصوصيته بتكريت وبصلاح الدين لو حاله حال بقيه مدن ومحافظات العراق؟ هو لا لا، هي هاي التقاليد حالنا حال العراقيين يعني، بس مثلا يعني رمضان الان يعني التكافل الاجتماعي لهذا يتمسك العراقيون بهذه العادات والطقوس يعني، بظل مساعدات أنشطة إنسانية لعوائل محتاجة بالصيف بتكريت وبغداد أعتقد إلى حد على السطح يفطرون ويخلون التنقة، احنا نسميها الشغبة حتى تتعلم بعض المفردات. جايك جايك جايك، جايك اليوم اليوم جايك بتحدي. اي كمل. هي والرقي. الرقي شو يسموه بتكريت؟ سندي. سندي سندي صحيح. سندي تمام. والبطيخ بطيخ. بطيخ. هسه انا جايك على مجموعه، توقف بسرعه. اليوم اليوم جايك بمجموعه كلمات راح تشكيها بالتكريتي، اريدك تقول ليها بالمفهوم لكل اللهجات العراقيه. زميل المخرج خليك على الخط، بالرايد خليك على الخط ابو ابراهيم. اي نبدا اول كلمه جهل. شو معناها؟ نعم. شو معناها جهل؟ جهل جهل. ايه طفل. طفل. خذ. ها خذ 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 اخذ خذ اخذ خذ 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 يعني هاك يعني هاك. خذ هاك. جيب لنا سوي يا زلمه المخرج. سخونه. سخونه يعني مرض يعني مسخن. يعني مسخن. اغجيلي. نعم اغجيلي. اغجيل اغجيلي يعني رجيلي رجلي. اغجيلي. ها ها اغجيل. غجال غجال. اغجيلي اغجيلي يعني رجلي. اغجيلي اغجيلي يعني زوجي. اغجيلي يعني زوجي. اغجيلي طلع اسمها زين. مصاغين. ايه مصاغين. نعم مصاغين. مصارين. مصيرين. مصاغين مصارين. قيب. قيب شنو؟ قيب. نعم قيب يعني قرب. قيب. قيم 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 يعني اوقف. قيم قيم لا اوقف. قيب يعني تعال قرب. قيب. قيم لو قيم. لا قيب. قيم يعني اوقف. هاي عرفها. قيب يعني قرب. ها اقيل. اقيل وقت الظهر. كيف نو يعني ينامون الظهر. اقيل قيلوله. كيف نو اقيل. كيف نو كيف نو شلونو. تغبالك. تغبالك دير بالك. بوي دير بالك يعني. بوي. بوي يعني ابي. تيسة. وخي. تيسة شنو؟ كيفك. كيفك تيسة. يعني تيسة. تيسة شنو تيسة؟ ديفة. تيسة ديفي يا اخوان ما جاي وصل للصوت. تيسة يعني عانس. غلبته غلبته يا جماعة. شنو ماذا اسمعها زين؟ زين. نبقى. نبقى شجرة اسمها نبقى. نبقى, نبقى يعني نظل. نبقى يعني نظل. نبقى لا نبقى يعني نبقى. نبقى لا ذيك النبقى يعني شجرة السدرة. أيه نبقى. نبقى شجرة نبوغ. السدرة نبوق. نعم نبوق. ها نبوق. نبق نبق يعني النبق. أيه. نبق نبق. شو بعد بعد دقيقة اصبر لي اصبر لي اليوم جايك بين كلين. بغد غيحي. بغد غيحي بعد غيحي يعني هتنقرد شلون بعد غيحي. بعد غيحي. إيه؟ بعد غيحي بعد روحي. إيه؟ بعد روحي. اصبي. ولد. عبايه.
عبايه 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 قمغ عبي نعم قمغ قمغ القمر قمغ رمضان يعني شو احتلفظ رمضان غمغان إيه؟ غمضان ايه والله تمام رمضان غمضان الحيف نعم الحيف شنو هذا الحيف غلبته يا جماعة تحكموا الشعب الحيف 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 إيه؟ الحيف الحيف إيه؟ يعني اللحاف إيه؟ تفغج يعني تفرج إيه؟ احواس ملابس مزملة نعم مزملة ماذا أفهمها مزملة شنو مزملة مزبلة مزملة 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 مال مي مزملة مو يسموها مزملة يعني حنفية لو مزملة شو سميتو؟ لا يا اخي صلح لي مزملة مزملة هاي خطأ لا لا كاتبي لك اياها خطأ مزملة مزملة حنفية مزملة اسكملي ها اسكملي اسكملي ماذا توصل لي ياش اسكملي اسكملي كرسي بارك كرسي الله. كرسي ايه. بشكير هاي معروفة بشكير ما تسوق بشكير بشكي ماذا فهم بشكير ماذا تجيني ها بشكير بشكير خاولي بشكير خاولي بس هاي ما احنا ما نقول بشكير لا شو تقولون خاولي خاولي وباشغ خاولي نقول باشغ ها باشغ با شنو باشغ باش شنو باش ما لا اخاف اكو باشغ لك يا باشغ 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 فيها غلط باشغ ها غدا 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 غلبتك مو باكر والله لازم تقول غدا يا عمي غلبتك غلبتك هاي غلبتك لا تشغل بك ساتر يعني اقول لك ايه مصطفى جو ايه مصطفى جواد الله يرحمه يقول اقرب لهجه للفصحى هي لهجه التكريت اذكر الله يا رجل يعني فيها مفردات عديده وين هاي لهجه القريش لهجة أهل يثرب هاي وعلى لهجة بعدين والله انت والله أقرب انت أقرب لهجتكم أخذت 100% أقرب لهجة لهجتكم لا لهجتكم أهل الموصل أخذت أهل الموصل أهل عانة أهل حديثة اليهود القدامى اللي هسه موجودين يعني بالكيان الصهيوني هذا الحي العربي هيك لهجتهم يعني قريبة لهاي اللهجات إي بس مو مال يعني مو قريبة للغة العربية مال أهل قريش ومال أهل مستحيل ما كلها قال أقرب قال أقرب اللهجات للفصحى هي هاي تكريت والموصل وحديثة قال أقرب هسا أنت أخذت 100% لأن لا. عندنا بتكريت عوائل سكنوا يمكن 20 سنة ما تعلموا بها صعوبة يجدون هسا أنت زين والله يابا طيب ليش ليش هاتف ولا سياسي طلع عندنا بتاريخ العراق المعاصر من تكريتي يحكي تكريتي شلون؟ أنا يا جماعة يا ريت تصلحوا لي الصوت. اليوم بالصوت أخذ 0/10. صوت دي. ليش أستاذ؟ بس اليوم شو؟ صلحوا لنا الصوت يا جماعة خذنا عامة. بين ما يصلح. إحنا خلينا ننتظر خلي يدخله بالصوت يصلحنا على الهواء برمضان يلا خلي يدخله بالصوت. خلي يدخله بالصوت. إيه. شغل الصوت البرومو جوا بين ما تصلح الصوت شغل صوت البرومو نتحر هاي أول مرة ما تطلع يمكن مو يمنس خلي يدخل بالصوت أخوي إيش تنتظر خلي يدخل بالصوت لبغداد خاف البطارية هابطة وقفتني دوريه
ما دخل بالصوت. عادة برمضان، احنا برمضان هم هسه هاتف تسمعني الان هسه احسن؟ نسمع بس شوي ناصي، بدي اسمعك. طيب اسمع بس شوي. خلي نروح الى رقم ثلاثة. قصيدة اكو بالشعر التكريتي، رجع زي المخرج. اكو قصيدة بالشعر التكريتي، انا حقيقة والله ما لقيت اسم الشاعر، اتمنى اسم الشاعر اللي يعرفه يكتب لي على اسمه، وخل نسمعها بين ما يصلح الصوت. سلطان اللي يقول إنسانة عادية، لا بالله أنت من الخلق توأمك حورية، والله من الحسن عقلي بغرابة يقول أول مرة أشوف الشال يلف على القمغية. الله معقولا خلقت بطين أنت لتشبهك بس وغدة جورية. إيه والله يا بعد الغيح والرية أحبك حيل يا مغية، على بابك غجل يكون تفوت ويد تحملت نية زواج وموت كون يكون تالية. ايه والله يا محبوبة بكثغ منقول بعد البيت بعد الحوش، هاي بلهجة دائما من نتغزل بعد بيتي وبعد الحوش بعد البيت بعد الحوش بعد شجرة التكية. الله انت وامي نفس الطين بيكم صنف حنية. الله لفت شالك المهيوب عين الشوف وبيرية. الله احبك او ثم حبك أو ثم حبك حيل، عسى حبك يكون علي من نية. الله بن التكريت ما الثقال ما تليق الشخص مو طبعه شخصية. الله الله يحفظكم. الله. إن شاء الله. أستاذ هاتف هسه تسمعني؟ أستاذ هاتف، أستاذ هاتف. نعم تسمعني الآن هسه أحسن؟ نعم تسمعني أحسن. إيه؟ بس إحنا سمعنا هسه قصيدة شاعر شوية أحسن يعني بعد البيت احنا يستخدموها كثير بكل الانحاء العراقي، يقول له بعد بيتي مثلا حتى ببغداد، بس بعد الحوش يعني يمكن بعد بيتي شوي اكثر رقم من بعد الحوش. شو تقول انت؟ استاذ هاتف تسمعني اليوم؟ استاذ هاتف تسمعني؟ اعتقد اكو مشكله بالانترنت. نعم بالتواصل. تسمعني استاذ هاتف الان؟ استاذ هاتف تسمعني؟ تاخذني شو اقول يعني؟ استاذ هاتف تسمعني؟ مو قلت لكم اليوم أثير الفاضل مخرج البرنامج مسوي انقلاب؟ هم ده يضعف صوتك ده يجي ويروح. كله من المخرج أثير الفاضل، هو مسوي انقلاب بالاستوديو كله، ما أعرف شو مسوي. آه ما أدري شوره وبيك يجوز. ريد أخذ البرنامج. تعلمت اللهجة. الله يبارك. أستاذ هاتف يعني صدق يعني سمعنا الشاعر يقول بعد الحوش، يعني أنت واحد تقول له بعد حوشي مثلا، لو بعد بيتي مثلا. بعد بيت الحوش يعني البيت، يعني انت البيت الحوش البيت. امانة الله انت هم تتغزل زوجتك الفاضلة بالتكريتي؟ شو تقول لها بالتكريتي؟ بعد غوحي مثلا؟ شو بعد غيحي؟ بعد غيحي وتفتهمك بعد روحي بعد غيحي. هي عظماوية تفهمك يعني؟ تعلمتها تكريتي؟ ايه شوف اكو تكارته من يجون البغداد ما يقدرون لكنا، مو اني لين عايش ببغداد وبالجنوب وبغيرها فما تبين علي، اكثرهم ما يدرون اني من تكريت. بس هسه اذا انت يمي وتكريتي اكو يمنا بيناتنا وياك نحكي بغدادي، بس بيناتنا ما نقدر الا تكريتي، فنخليك بالنص ما تدري شكو، ظل بس تهز براسك. لا ما تغلبوني، ما نقدر الا نحكي باللهجة هاي مالتنا. ما تغلبوني انا اخوك. طيب اريد اسالك سؤال. انا متحمل لانه اليوم والله الله يساعدك ما جاي يوصل لك الصوت زين. انا لقيت فيديو قديم
عن محلة الباشا في تكريت عام 1987. يقال انه هي واحدة من اقدم محلات تكريت، لكن الغريب انه عام 1987 يفترض كان اكو حركة عمران واسعة بكل العراق، وتكريت يعني خلينا نقول كمحافظة مسقط راس الرئيس الراحل صدام حسين. طيب اشو ما بيها اهتمام بال 87؟ ما بيها اهتمام؟ لا قد مظلومين انتم والله العظيم، يعني عبان يعني تدري احنا اللي قريناه برا 2003 يقول لك تكريت كانت كلها قصور وكلها اخر، بعدين انا اشوف هاي بال 87 في قمه حركه العمران اللي صار بكل العراق بالفرات الاوسط وبالغربيه وبالشمال، لكن معقوله هذا واقع محله الباشا بذاك الوقت بال 87؟ خلينا نشوفه بالله. طبعا تحياتنا للأستاذ رياض الجابر اللي جاي أرشف تلك المرحلة. يعني هذه محلة الباشا بال 87، يعني طيب إذا الرئيس من عندكم مش عجب ما صار يعني تكريت، يعني قياسا للمحافظات الأخرى يعني كان التقدم بها أكثر يعني بالمحافظات الأخرى قياسا لمدينة تكريت، ليش؟ إحنا من كنا نحكي ما حد يصدقنا، ولا يعني انهمل التكريت يعني اهمال تام، يعني مو هم يقولون القادة كلهم من تكريت ويحكمون من زمن جدنا الباشا لحد للثلاثة، والله فقط جامعة تكريت صارت زين. الجسر بزمن المرحوم طاهر يحيى بال67 المفروض عندنا على الأقل 3 جسور 4 ماكو، كانوا يطلعون دعايات أنه مهتمين بالمدينة، أنه مرة فد عائلة أصدقاء مسيحيين قالوا بلشي تجيبنا وياك من الجمعية اللي بتكريت، يقول لك كل شيء رخيص عندكم يا بيا جمعية، قالوا يقولون والشوارع بالمرمر وما أدري وفدبنية. هاي أولا مو محلة الباشا، هو شارع الباشا بمحلة القلعة، هي أقدم محلتين بتكريت الحارة اللي إحنا ساكنين بها، والقلعة القلعة على الجبل يعني قلعة تكريت أقدم محلتين مهملة، يعني بعدين هايك صارت بيوت حديثة قاموا يبنون بطابوق، لعدنا مصنع كبير، لعدنا معامل كبيرة، لعدنا مشاريع استراتيجية، لعدنا مواقع سياحية عدنا مهملة، لعدنا فندق كبير، ما عدنا كل شيء يعني لا بذاك العهد ولا بهالعهد، حاسدين على مال من يعني يجي أحد الزعماء مال هالعهد يعني قبل سنوات حكاها زين، كان منصف طلع قال يا باني رحت من رحت زرت تكريت وسامرة، كنت تصور مثل ما كنا نسمع من كنا بالخارج هناك والله هذه واحده من اكاذيب ما يسمى بالمعارضه، هذه واحده من اكاذيب ما يسمى بالمعارضه اللي كانت عايشين بالسيده زينب والعايشين بايران والعايشين بلندن وبامريكا، انه كانوا يكذبون، ولا احنا من شفناها الان هسه بزمن اليوتيوب ماكو طلعت عمي كلها ظلمت الناس هيك بلا داعي والله. تفضل استاذ. يعني يصورون عندنا امتيازات وعندنا أبنية كل شيء ما عندنا هاي، ولو أصور لك بعد أكو أصلا تستغربون، بس هاي الدعاية شو تسوي لها لاحقينا بيها. سالاتف أنا أرد أسألك على يعني اليوم فرصة أنه أكو مجموعة صور حقيقة أنا أرد أسألك عنهم، وكمثقف وكأديب وككاتب يعني نبدو ويا أول صورة إذا توصل لك رقم 4 الأستاذ الأديب والشاعر فاروق السلوم. طبعا تحياتنا للأستاذ فاروق، أنا سمعت أنه هو يعني قبل فترة قليلة كان أيضا في بغداد، وتحياتنا كشاعر عراقي كبير. شلون توصف الأستاذ فاروق سلوم؟ فاروق بن أخو طاهر يحيى، يعني طاهر يحيى عم اللح. نعم. آي وحدة. اثنين هو كان بمجلتي والمزمار، أنا كنت أكتب الأطفال، هو كان رئيس تحريرها وبعدين صار مدير عام. وعندهم قصائد باللهجة التكريتية. وحتى عنده اهتمامات موسيقية
وعلاقتك الشخصية بي شنو؟ ما كانت متميزة علاقتكم؟ صديق وحتى يمكن هو يذكرها. أنا رشحته من كنت مع الرئيس، رشحت مدراء عامين يدرون آي بي، فواحد منهم هو رشحته، رجل هو كفوء في مجاله. هو حاول إحياء القصيدة التكريتية أو القصيدة باللهجة التكريتية، نجح بهذا الشيء لو لا؟ هو مو ولا أكو عندنا ترى شعراء بتكريت أيضا بالعمود كبار وراحوا ماتوا، يعني إسماعيل حقي الله يرحمه معلم كان وآخرين. فهو بعدين بعيد ميلاد يمكن الرئيس صدام من يصير كان يلقي باللهجة التكريتية بس مو يعني دائما يعني اللهجة اللهجة التكريتية يعني بالنسبة للقصيدة يعني يفهمها أهل تكريت لو جزء منهم بس الكبار بالسن، يعني الشباب يفهموها؟ ما يفهمها بس ابن، ما يفهمها بس ابن تكريت، يعني ابن يعني تكريت يعني يفهمها. يعني غير تكريت ما يفهمها، مثلا ابو مازن ما يفهمها، اسماعيل اللوب ما يفهمها، أكو يعني مشان يعني جبور ما يفهمها، على الصجر ما يفهمها، الله يرحمه. لا مو ما تنفهم 100% بس اكو مفردات لا تفهم. احمد خطاب الله يرحمه كان من تكريت، كان مصحح بجريده الثوروية انا، وشاعر ايضا هو شاعر عمودي، فكتب قصيده وكنا احتفاليه، فقام يحكي السحل، فسامي مهدي قاعد يمي الله يرحمه قال لي ما تفسر لي، قلت له هاي السحل منطقه على النهر جوا باسفل تكريت، هاي شنو؟ ف ما تفهم، اكو مفردات الا ابن تكريت. يعني أنا حتى لخص الشاعر الشاب اللي القى اكو مفردات صعبه يعني الا ابن المدينه يعرف. طيب انا اريد اسمعك واحد لهجتنا بيها مفردات. اي اريد اسمعك واحده من قصائد الاستاذ فاروق سلوم، تحياتنا له، واريدك تفسر ليها اذا اكو اجزاء ما فهمناها. خلينا نشوف رقم 5. كنتي يعني واحد يفهمها، يعني انت استوعبتها كاملة؟ تقدر تفسر لنا اياها؟ ايش رايد يقول؟ انا استوعبت شيء، يعني وصلت تقريبا الفكرة، بس اكو كلمات ما مفهومة. نعم، انا اعذرني اليوم مشكله بالصوت، يعني مشكله ما اعرف سببها شنو، لكن حتى القصيده ما سمعتها زين، يعني حقك صوت لا حقك ما اعرف شنو حقك 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 يعني والله ما ادري. اقدر اسالك بعد لو انهي البرنامج يا جماعه؟ اذا ساد هاتف انا اعذرني اليوم حقيقه، راح اضطر انهي البرنامج لاروح اسير حوار بيزنطي يعني غير مفهوم، لانه جنابك ما جاي تسمعنا. تحياتنا لك واعذرنا، وان شاء الله بالاسبوع الجاي نعوض هذا الوقت اللي صار. واعذرونا مشاهدينا الكرام عن هذا الخلل الفني، احنا بشهر رمضان وكل شيء يصير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.